أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه التغطية من الآن، حيث تستمر الداخلية التونسية تنفيذ مداهمات لضبط أشخاص ينتمون لتنظيمات إرهابية. وكانت الداخلية التونسية أعلنت تنفيذ 493 مداهمة خلال الساعات الماضية، وذلك بجميع أنحاء البلاد، أسفرت عن إيقاف 25 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية. وتأتي عمليات التوقيف عقب هجومين إرهابيين لتنظيم داعش بالعاصمة أسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص. والمزيد يضم إلينا عبر سكايب من تونس الأستاذ بدر الدين الطرابلس الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ بدر. أهلا وسهلا، فقط بدر السلام مش بدر الدين. أهلا بحضرتك، يعني كيف ترى الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لملاحقة هذه الجماعات الإرهابية؟ وزارة الداخلية يعني في اليومين الأخيرين بذلت مجهودات كبيرة من أجل تطويق هذه العمليات الإرهابية وعززت حضورها في العديد من الأماكن، سواء في تونس العاصمة في محيط العملية أو في المسالك المؤدية للعاصمة وفي الولايات الداخلية لتونس. يعني كان هنالك استنفار، ولكن استنفار لا يوحي بحدوث يعني اضطرابات كبيرة أو إرباك في الوضع العام الأمني خاصة في البلاد. يعني هي الأمن في تونس وحسب البيانات التي يصدرها وحسب المعطيات الميدانية يعني متمكن من الوضعية الأمنية، ووضع العديد من الخطط من أجل تأمين البلاد، خاصة في مع دخول الموسم السياحي حاليا، ومستنفر يعني من زمان من مراحل ما قبل مرحلة العمليات الأخيرة، وبالتالي ربما هنالك بعض الاستنفار الزائد، بعض التحركات الأمنية الإضافية في بعض الأماكن، لكن ليس هنالك يعني استنفار بما يصل للدرجة الحمراء أو استنفار مثل ما حصل مثلا مع اغتيال الشهيدين شكري بالعيد او محمد البراهمي فيما سبق. فالوضعية العامة هنالك استقرار، الوضعية طبيعية في البلاد، التنقل يسير بشكل طبيعي، العمل يسير بشكل طبيعي. نعم. وحتى محيط العملية الناس تتجول والوضع مستقر حسب المعطيات الواقعية والموضوعية. نعم أستاذ بدر، يعني برأي حضرتك في هذا الوقت بالتحديد لماذا تستهدف تونس من الإرهاب؟ تونس تستهدف لعدة أسباب، ولعل أهمها وكما هو معلوم هو السبب الاقتصادي من أجل ضرب الموسم السياحي، خاصة وأنه الموسم السياحي في هذه السنة على أشده، وهنالك تزايد في عدد السياح التي حسب تصريحات وزير السياحة ستصل إلى 9 ملايين سائح، يعني بمعدل ربما ثلث زيادة على ما عدد السياح التي قدموا في الموسم الفارط. وخاصة السبب السياسي هو ضرب الاستقرار السياسي السائد الذي يسبق الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي الذي سيتم في أكتوبر ونوفمبر القادمين، وبالتالي ضرب المسار الانتقال الديمقراطي بشكل عام، ضرب العملية الديمقراطية في تونس، خاصة وأنها من الحالات النادرة التي نجحت فيها الثورات التي حصلت وتقوم ببناء مؤسساتها وتقوم ببناء معناها مسارها الديمقراطي بشكل طبيعي. فهنالك قوى معناها خارجية، ثم قوى داخلية قبل كل شيء، قوى الإرهاب، قوى التطرف، قوى
التي تريد يعني تبحث عن وهم حلم الخلافة، نعم ولكنها عندما لم تصل له بدأت تنفذ عمليات، يعني أقل ما يقال عنها أن عمليات هواة، عمليات عبثية لا نتيجة تذكر منها حتى في الخسائر البشرية، معناها صحيح حتى شخص فقط يسقط قيمته كبيرة، ولكن معناها الخسائر البشرية محدودة، عون أمن وسبعة جرحى. ف وبخلاف هذه القوى الداخلية، قوى الإرهاب التي لم تنجح ولن تنجح حسب معناها المعطيات الموجودة في البلاد وحسب تماسك معناها المجتمع التونسي مع مؤسساته الأمنية في التصدي لهذا الإرهاب، لأنه الإرهاب في تونس كما تعلمين لا توجد له يعني قاعدة شعبية تدعمه، بالعكس معناها لو تتذكرون في ملحمة منقردان حيث ورد تنظيم داعش، معناها تأسيس إمارة والزحف لباقي المدن، سقط من هناك بتلاحم الجيش مع الأمن ومساندته في صده لهجمات هؤلاء الإرهابيين والمسلحين. نعم. القوى الخارجية، هنالك قوى إقليمية، قوى ربما خليجية حسب بعض المراقبين في تونس، يعني لا ليسوا سعداء أو مرتاحين لنجاح معناها العملية الديمقراطية والسيرورة السياسية في تونس، ويريدون معناها إفشال هذه العملية من خلال دفع أو تمويل تنظيمات أو أجهزة مخابرات للعب هذه الأدوار وإفشال نعم مشروع أستاذ بدر، ديمقراطي في في هذه تونس. النقطة دعني أسألك، يعني كيف ترى فعالية الأجهزة الأمنية في تونس لوأد أي محاولات إرهابية أو للقضاء على هذه العمليات الإرهابية؟ عذرا لو تعيدين سؤالك. بسأل حضرتك يعني كيف ترى الجهود أو فعالية الأجهزة الأمنية في تونس لوأد أو للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية؟ الجهود الأمنية يعني على أشدها، يعني حسب ما هو ملاحظ فهنالك كما قلت وسبق وذكرت هنالك استنفار أمني، لكن استنفار ذكي ودقيق، ويعني لا يربك الوضع الاجتماعي أو السياسي في البلاد، ليست هنالك مظاهر أمنية مبالغ فيها أو مظاهر يعني تبث الاضطراب أو تبث القلق في صفوف الشارع التونسي، ولكنها في نفس الوقت موجودة ومتمركزة وتقوم بدورها. طبعا ليس هنالك الكمال في أي عمل أمني، وممكن تصير ثغرات، ولعل ما حصر من التفجيرات ربما لثغرات أو ربما لأشياء معناها لا ندري، لكن وهذه تصير حتى في الدول الكبيرة مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها التي حصلت فيها عمليات إرهابية أنتجت عشرات، تسببت في مقتل العشرات وجرح المئات، ولكن هنالك خطة ذكية كما قلت للمحافظة على الأمن واستقرار الوضع بدون معناها بث القلق والخوف والرعب في صفوف الناس، وبدون حضور أمني مبالغ فيه في الشوارع، ولا حضور الجيش معناها في الشوارع بشكل مبالغ فيه. فحاليا هنالك معناها عمل أمني متواصل لتأمين المنشآت الاستراتيجية والوزارات والطرقات إلى غير ذلك، ومن أجل خاصة إنجاح الموسم السياحي، يعني حاليا هنالك تمركز للعديد من القوات الأمنية المختصة في العديد من المواقع السياحية من أجل تأمينها وتفادي حصول أي مكروه أو أي عمل إرهابي. نعم نعم أستاذ بدر، يعني أخيرا هناك تقارير تتحدث أن هناك أطراف أو علاقات ما بين أطراف سياسية وما بين بعض الجماعات الإرهابية لتأجيج هذا الوضع في الشارع، رأي حضرتك في ده إيه؟ أو ما صحة ذلك؟ والله أطراف سياسية داخلية لا أعتقد، يعني أمر مستبعد كثيرا، ربما هنالك أطراف سياسية خارجية نعم. كما قلت، لكن داخليا
أطراف خاصة من الأطراف السياسية التي تنشط في المجتمع المدني وتشارك في الحكم أو خارج الحكم وبشكل قانوني وعلني. لا، ما لا أعتقد ذلك، مستبعد. بالعكس، هذه العمليات أثبتت وحدة التونسيين مع بعض، وخاصة الأحزاب وشخصيات سياسية حتى ممن كانوا في علاقات خصومات كبيرة وتناقض، توحدوا جميعا في دعم المؤسسة الأمنية وفي تنديد بالإرهاب ومعناها فضحه وكشفه يعني. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ بدر الطرابلسي الكاتب الصحفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا، العفو. والآن أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى بإذن الله.